حياكم الله مشاهدين الكرام، ومع موضوع آخر من موضوعات حلقتنا لليوم، ومع جامعة الشارقة حيث فاز مشروع تطوير نموذج للتنبؤ بالطلب على التنقل من أجل تحقيق الاستدامة في المدينة الجامعية بالشارقة بفئة أفضل مشروع بحثي أكاديمي لكل من الدكتور خالد حمد أستاذ مشارك من قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة وباحثة الدكتوراه لبنى غسان عبيد، حيث هدفت دراسة المشروع إلى تطوير نموذج حسابي يمكن استخدامه لاختبار الحلول والاستراتيجيات والسياسات البديلة لمعالجة بعض من مشكلات النقل مثل الازدحام المروري والحفاظ على النقل المستدام في المدينة الجامعية. والحديث أكثر حول تفاصيل هذا المشروع يسعدنا نرحب معنا في الاستديو بكل من الفائزين، الدكتور خالد حمد أستاذ مشارك من قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة الشارقة، وباحثة الدكتوراه لبنى غسان عبيد طالبة في جامعة الشارقة. حياكم الله. حياك الله. بداية دكتور، لو تكلمنا عن فكرة المشروع ومسمى المشروع بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعدنا يعني التواجد في تلفزيون الشارقة. فكرة أو الهدف الأساسي من المشروع هو تطوير نموذج حسابي للتنبؤ بالطلب على المواصلات والتنقل في المدينة الجامعية من أجل يعني استخدام هذا النموذج الحسابي في تحليل بعض الحلول والاستراتيجيات والخطط يعني من أجل الاستدامة في المدينة الجامعية. فكما تفضلت الهدف كان الأساسي هو يعني تمكننا من تطوير النموذج الحسابي. أود أن أشير هنا إلى أنه دائما في المواصلات وفي البنية التحتية بشكل عام، خصوصا البنية التحتية للمواصلات، طبعا تكلفة الإنشاءات وبناء الطرق أو مشاريع مثل يعني المواصلات العامة أو المترو هي تكلفة عالية جدا. عالية صحيح. لذلك عندما نقوم بمثل هذه الحلول لا نقوم بناء يعني بتقديم هذه الحلول بناء فقط على الوضع القائم الآن، ولكن يلزمنا أيضا نتأكد من صلاحيتها وفعاليتها بعد 20 سنة من الآن. لذلك يعني الهدف من النموذج الحسابي هو التنبؤ بالطلب على المواصلات، ليس الآن، لأنه الآن ممكن نقيسه الآن، لكن هو بعد 20 سنة. لذلك الحلول اللي نطورها تكون فعالة يعني لمدة 20 سنة على سبيل المثال في المستقبل. نعم. ماذا عن ترشحكم بفئة أفضل مشروع بحثي أكاديمي؟ الحمد لله جائزة يعني دبي للنقل المستدام الآن في يعني عامها 12، دورتها 12، فهي جائزة الآن أصبحت جائزة يعني معروفة في ليس على مستوى دولة الإمارات ولكن في المنطقة بشكل عام. الحمد لله يعني تقدمنا للجائزة وتم ترشيحنا للجائزة. الجوائز أو المتقدمين يتم تقييمهم من خلال لجان مختصة سرية داخل الهيئة، والحمد لله فزنا بالمركز الأول في يعني في فئة البحث الأكاديمي. طبعا الجائزة أشير أن الجائزة بها عدة فئات، منها فئات يعني فئات للمؤسسات، هناك أيضا فئات للأفراد. إحنا تقدمنا لفئة خاصة هي فئة البحث الأكاديمي المتميز. نعم. أود أن أشير مرة ثانية إلى أنه ليست المرة الأولى صحيح أنه نفوز بالجائزة، الحمد لله فزت بالجائزة لرابع مرة ما شاء الله خلال الثمان سنوات اللي قضيتها أو العشر سنوات اللي قضيتها في جامعة الشارقة، وجميعها مع طلبتي في الدراسات العليا. فالحمد لله يعني هذا دليل على تميز يعني جامعتنا جامعة الشارقة، على دليل على تميز برنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه أيضا عندنا في قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الشارقة. نعم، ودليل أيضا على تميز الطلاب. لا شك والطلاب نعم. نعم. طالب لبنى أهلا وسهلا فيك. بداية، شو الهدف من المشروع؟ ليش حطيتي هذا المشروع في بالك؟
هلا انا كنت عم بشوف هلا الكونسبت او الاساس من المشروع كانت الفكره من عند دكتور خالد حمد، بس احنا مشان نتاكد انه الفكره تكون مفيده ذات اهميه عاليه كنا عم نشوف الابحاث اللي كانت على مر العقود السابقه في مجال النقل والمواصلات. شفنا انه الطلب بالنقل والتواصل في المدن الجامعيه كان فيه عليها اهتمام متزايد، خصوصا خلال العقدين الماضيين كان في كثير من الدراسات التي تدرس المدينة الجامعية والمسافرين المدينة الجامعية، خصوصا لأنه أنماط سفرهم غير عن المسافرين في باقي المدينة أو بباقي الإمارة. فإحنا من هذا المبدأ استنبطنا أنه هنالك داعي لأنه نعمل نموذج، هذا النموذج ممكن استخدامه لاحقا للتنبؤ بالطلب أو السفر للمدينة الجامعية. هذا النموذج بعد ما نتنبأ بيساعدنا في إيجاد العديد من الحلول، العديد من الاستراتيجيات اللي ممكن نساعدها، ممكن تساعدنا في العديد من الأشياء، منها أنه نحل مشاكل الازدحام المروري خصوصا في ساعات الذروة الصباحية اللي هي بتكون بتواجه العديد من المسافرين، سواء احنا كان اهتمام المسافرين سواء كانوا طلاب سواء كانوا زوار سواء كانوا موظفين او دكاترة في الجامعة، اي حدا بيدخل او بيتوجه الى المدينة الجامعية كان بهمنا ان نيسر عليهم الطريق، نقلل الازدحام المروري، نساعد على رفع مستويات السلامة والحفاظ على البيئة كمان. فكان هذا هو المنطلق من انه ننشأ هذا النموذج، وتأكدنا انه النموذج الحالي المتواجد بياخذ المدينة الجامعية ككل، بينما المدينة الجامعية في الشارقة هي متعددة المؤسسات، فيها حوالي ما يقارب 20 مؤسسة من جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية وغيرهم. صحيح. فكل واحدة لها نمط سفر مختلف حسب نوع الطلاب أو نوع الدكاترة أو المسافرين إليها، فإحنا كان اهتمامنا أنه نتدرج أو ندخل بتفاصيل جميع المسافرين، كل واحد حسب الهدف والغاية للسفر وشو المشاكل اللي ممكن يواجهها ونحاول نحد من هاي المشاكل. نعم جميل. دكتور خالد، ما مدى يعني أهمية المشروع هذا وكيف حظي بالاهتمام من قبل الجامعة؟ سيد عزيز، هو يعني المشروع بدايته يعني كفكرة ارتأينا أهمية المشروع، تقدمت بطلب لدعم المشروع من إدارة الجامعة وأيضا من لأكاديمية الشارقة للبحوث. فتم يعني بعد تقديم الطلب وتحضير يعني نموذج معين وكتابة تفاصيل المشروع المقترحة، تم الموافقة بحمد الله على المشروع بعد تقييمه من يعني سواء من طرف الجامعة الشارقة أو من هيئة أو من أكاديمية الشارقة للبحوث، والحمد لله يعني تم الموافقة على إعطاء الموازنة اللازمة ل يعني تنفيذ المشروع. في نفس الفترة يعني كانت لبنى التحقت ببرنامج الماجستير، وبالتالي يعني كمان كانت ميزة إنه يعني الماجستير للبنى كان مدفوع، لبنى حصلت على منحة كاملة من 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 الجامعة، خصوصا من يعني معهد بحوث العلوم والهندسة بجامعة الشارقة، دفعوا لها راتب شهري أثناء الدراسة بجانب تغطية طبعا كل الرسوم الدراسية. فالحمد لله هذا دعم يعني الأساسي اللي حصلنا عليه من ناحية المشروع. طبعا ممكن أجيب يعني أترك الأمر للبنى تتحدث على الدعم الفني اللي أيضا حصلنا عليه، لأنه الدعم المادي يعني وإدارة المشروع وفكر المشروع ممكن أنا أكون مسؤول عنه كبداية، لكن أثناء المشروع طبعا حصلنا على دعم فني الحمد لله يعني لا متناهي والله من جميع المؤسسات الأكاديمية داخل المدينة الجامعية، من إدارة المدينة الجامعية نفسها يعني ما قصروا معنا في كل البيانات اللي طلبناها، الأمن المدينة الجامعية، هيئة طرق ومواصلات الشارقة وغيرهم، يعني للأمان كل تعاون وفي يعني في دعم المشروع كل يعني حسب يعني تخصصه الحمد لله. جميل جميل أن نلقى هذا الدعم، وليس بغريب على المؤسسات التي تشارك والتي موجودة في إمارة الشارقة، يعني تسهم وتساعد الطلاب والجامعة ومن يملك الفكرة ومن يملك يعني المشروع، الدعم من كل مكان. نعم الهدف واحد. نعم الهدف واحد، وأهم يعني أهم الأبحاث
هي الأبحاث اللي تركز على حاجة المجتمع. والحمد لله هذه يعني فلسفة تعلمناها من سعادة يعني رئيس الجامعة لمدير الجامعة للقائمين على الأبحاث في الجامعة لأصغر باحث في الجامعة، التركيز على الأبحاث اللي تفيد المجتمع المحلي. يعني فلذلك فكرة المشروع كانت من حاجة ملحة رأيناها مع عيوننا، يعني الازدحام المروري داخل المدينة الجامعية أو منها وإليها اللي يسبب ليس فقط ازدحام مروري ولكن أيضا تلوث بيئي. فلو تكلمنا على يعني تنمية مستدامة والاستدامة، نتكلم على عامل البيئة عامل أساسي في هذا الموضوع. وبالتالي كان الهدف للأسف، يعني أنا كأستاذ هندسة المرور والمواصلات في الجامعة أعترف أنه يعني ما يقارب من 30% من التلوث الهواء اللي موجود هو ناتج من حركة المواصلات والمركبات. فلذلك يعني التنقل المستدام هدفه الأساسي هو تقليل الطلب على مش المواصلات، تقليل الطلب على استخدام المركبات. يعني لو قللنا عدد المركبات المستخدمة على الطرق والشوارع، لا شك انه يعني لن يعني سيقلل الازدحام المروري بجانب طبعا تقليل التلوث الهواء وبمصلحه يعني للجميع. نعم، لابد من ايجاد الحلول ومن خلال مشاريعكم. نعم، نتكلم عن الدعم الفني. طالبه لبنى، كيف تلقيتي الدعم الفني؟ هلا هذا النموذج هو كان تحدي بحد ذاته، لانه احنا بنحكي عن مدينه جامعيه كبيره، فكان محتاج فعلا كم هائل من المعلومات. كمية هاي المعلومات اللي بنحتاجها من كل أكاديمية بحد ذاتها، يعني من كل مؤسسة موجودة في المدينة الجامعية. تواصلنا مع المدينة الجامعية وتواصلنا مع بقسم الهندسة بالأخص، ساعدونا بإنشاء نماذج نسلمها لهم، لأن بعض المعلومات كانت كمان سرية، بعض المعلومات يمكن مشاركتها بعض المعلمات. يعني كتير احتاجنا كم هائل من المعلومات لنقدر نمثل نموذج للواقع، لأنه إحنا ما بنقدر نعطي حلول إلا لما نتأكد من فاعلية النموذج بأنه يمثل الواقع بشكل تام أو بشكل مناسب لأنه نستخدمه لاستراتيجيات تتم تطبيقها في أرض الواقع. فاحتاجنا أن نتواصل مع مركز أمن المدينة الجامعية، احتاجنا أن نتواصل مع إدارة المدينة الجامعية ليساعدونا، وكل مؤسسة من هاي المؤسسات بحد ذاتها تواصلنا معها بشكل منفرد، يعطونا معلومات سواء كان عن الطلاب، سواء كان عن الزوار بشكل يومي، سواء عن الموظفين، هاي الموظفين هل سكن داخلي هل سكن خارجي، شو طرق مواصلاتهم. بالإضافة أنه احتاجنا أن نعمل استبيانات لنقابلهم بشكل يعني بشكل عام، انه نشوف شو الافضليه، هل هم بفضلوا طريق من المواصلات وما كانت متواجده، هل مثلا في طريق النقل المستدام ما لقوها ممكن احنا نوفرها لهم، او ليش بفضلوا مثلا النقل الخاص على نقل النشط او على النقل العام. احتاجنا كثير من هاي المعلومات، بالاضافه انه احنا احتاجنا بعض المعلومات الخارجيه على الطرق الخارجيه المؤديه الى المدينه الجامعيه اللي ساعدتنا فيها هيئه الطرق والمواصلات في الشارقه. احتاجنا كمان انه تكون عندنا اداه للنمذجه تكون عاليه بالكفاءه، فساعدتنا فيها كمان مجموعه بي تي في، هي موجوده معروفه كمان بانها عندها ادوات نمذجه عاليه الاهميه. كمان هاي الاداه النمذجه والبرمجه اللي احنا احتجناها كان بدها كمان سعر عالي، فساعدتنا معهد الشارقه للبحوث، اكاديميه الشارقه للبحوث كمان بالدعم المادي لنقدر نحصل على هاي الاداه. بالإضافة أنه إحنا احتاجنا كمان أنه بعض المعلومات كان بدها تدريب مهني، أنه أنا كنت أتواصل مع مجموعة بي دي في وأسألهم هل أنا يعني أؤدي هذه المطلوب مني بطريقة صحيحة، هل في بعض الأشياء ممكن أديها بطريقة أمثل من هاي الطريقة اللي أنا بعملها، هل يعني إحنا كان كتير مهمنا كفاءته وفاعليته قبل تطبيقه. فيعني سواء كان من المعاهد البحثية، سواء كان من الأكاديمية البحثية أو من المدينة الجامعية بشكل عام، كلهم وفروا لنا كمية المعلومات الهائلة، وفروا لنا الدعم المادي، وكمان وفروا لنا الدعم العلمي والمعنوي اللي أنا بحتاجه لأتأكد من فاعلية المشروع قبل ما أستخدمه للتنبؤ بالمستقبل أولا، وللتأكد من الحلول، وهي الحلول مش مناسبة للوضع الحالي، مناسبة للوضع المستقبلي من الازدحام، من البيئة، من السلامة، من جميع المعايير اللي إحنا بتهمنا. إذن هناك خطة استراتيجية ومنهجية وضعتموها، وأيضا هناك تحديات. هاي من التحديات اللي ذكرتيها، ولا هناك كتير. وهل هناك تحديات اخرى واجهتموها خلال تطبيق هذا المشروع؟ هو هاي اهم التحديات، كميه المعلومات الهائله اللي احنا احتجناها، التاكد من صحه النموذج، يعني النموذج
هو ما كان خطوة أو خطوتين، كان العديد من الخطوات، وكل خطوة بشكل عام بتكون بدها دراسة بحد ذاتها. يعني إحنا لما أجينا نشوف الأبحاث السابقة لقينا الخطوة الأولى اللي هي تنقية المعلومات اللي إحنا جمعناها كان لها دراسة بحد ذاتها. الخطوة اللي بعديها اللي هي إنشاء شبكة النقل والمواصلات من الطرق من التقاطعات المرورية، هاي بدها بحث بحد ذاتها. بعدين التأكد من فعالية النموذج، تطبيق الحلول، النموذجة الحلول، المقارنة بين المعايير، كل واحدة فيهم كانت بحث بحد ذاتها. فتجميع كل هدول ببحث واحد ممكن يخدم المدينة الجامعية ويكون ذا فعالية وذا فائدة للمجتمع اللي يقدروا يستخدموه، للجهات المختصة المعنية انها تقدر تستخدمه، للطلاب انهم يقدروا يستخدموه. هذا كان تحدي بحد ذاته بالنسبة لنا. جميل، موفقين بإذن الله. دكتور خالد، كيف لهذه المشاريع يعني هل يمكن تطبيقها على أرض الواقع بمنظورك الشخصي؟ سؤال جميل. نعم. وكما أشرت احنا هدفنا دائما عمل أبحاث تفيد المجتمع المحلي. يعني الناتج الأساسي من المشروع هو صحيح نموذج حسابي ونموذج حسابي متطور اللي نستطيع استخدامه لعمل، مش عمل، لتقييم حلول مستقبلية واستراتيجيات وسياسات بما يخص طبعا النقل يعني في المدينة الجامعية وما يؤدي إلى المدينة الجامعية، ليس الآن ولكن في المستقبل. كما أشرت سابقا الهدف الأساسي من النقل المستدام هو تخفيض عدد المركبات، عدد استخدام المركبات الشخصية في التنقل. فأحد الحلول الأساسية في النقل المستدام هو توجيه الناس وتشجيع المسافرين للمدينة الجامعية يعني أو أي منطقة أخرى، توجيههم لاستخدام النقل العام بدل ما يعني كل فرد متوجه للمدينة الجامعية يستخدم سيارته أو مركبته الشخصية. لو استخدمنا المواصلات العامة أو تشاركنا الرحلة عدد المركبات راح يقل، وبالتالي إذا عدد المركبات راح يقل عدد التلوث البيئي راح يقل، الازدحام المروري راح يقل. فمعظم السياسات اللي يعني أو الاستراتيجيات اللي حاولنا اختبارها ونرى يعني مدى تأثيرها على حل الازدحام المروري وتقليل الانبعاث التلوث الهوائي معظمها من هذا المبدأ، من مبدأ تقليل عدد المركبات على الطريق. أحد الحلول اللي فكرنا بها ويعني وطبقناها في النموذج مثلا عمل أو تشجيع المواصلات العامة داخل المدينة الجامعية. لو عملنا يعني إدارة لعدد المركبات الحافلات اللي تزور المدينة الجامعية، سواء في المدينة الجامعية تخدم بنوعين من يعني بنوع من المواصلات العامة مسؤول عنها إدارة المدينة الجامعية، تنقل العاملين والموظفين من الشارقة من مناطق المدينة المختلفة ومن يعني من عجمان أو من دبي مباشرة، هذا يعني إدارة المدينة الجامعية مسؤولة عنه. هناك أيضا حافلات خاصة بجامعة الشارقة تتحرك داخل الحرم، تعرف جامعة الشارقة بها حرم البنين والبنات والفنون ثم الطبية، فهناك أيضا حافلات داخلية. لو عدنا يعني تنظيم وجداول الحافلات العامة داخل الجامعة الشارقة أو المدينة الجامعية ما مدى تأثيره؟ لو زدنا عدد المركبات مثلا الحافلات العامة اللي تخدم المدينة الجامعية أو جامعة الشارقة إيش تأثيرها؟ يعني وهكذا. يعني لو فتحنا يعني على سبيل المثال هناك مشروع يعني كان حتى صباح اليوم فاز بجائزة من مشاريع الطالبات التخرج في كلية يعني في معي كان في مجموعة مشروع التخرج. مثلا أحد الحلول المطروحة عمل نفق 70-80% من عدد مستخدمي أو الداخلين والخارجين للمدينة الجامعية هم نسميهم باس ثرو، يعني مسافرين هدفهم النهائي وجهتهم النهائية ليست المدينة الجامعية، لكن هم يعني يدخلوا داخل المدينة الجامعية للانتقال من 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 منطقة إلى منطقة أخرى، منطقة إلى منطقة من منطقة حوالين الجامعة. صحيح. وبالتالي يعني هم يخلقوا أيضا ازدحام. فأحد الحلول المطروحة إنه نعمل نفق، النفق يبدأ يعني قبل ما يدخلوا المدينة الجامعية والنفق يخرج بهم خارج المدينة الجامعية. فأنت 70-80% من عدد المستخدمين
أو يعني المسافرين داخل المدينة الجامعية لو استخدموا النفق معناته عدد المركبات اللي راح تدخل المدينة الجامعية قد بتكون أقل. صحيح طبعا، هذا طبعا مشروع استراتيجي، نتكلم على نفق ممكن يكون طوله تقريبا 2 كيلومتر، وبالتالي انت تتكلم على تكلفة عالية جدا، يعني يحتاج تخطيط ويعني وسنين من الدراسات والتخطيط. وبالتالي انا يعني لما انا يعني اطور مثل هذا الحل لازم اكون متاكد من انه هذا الحل سيكون فعال في تخفيض عدد المركبات، في تخفيض الانبعاث المروري، قبل ما انا يعني اقنع مثلا الجهات الداعمه للمشروع او المنفذه. فكيف نتاكد من ذلك؟ عن طريق هذا النموذج الحسابي يعطيني يعني كامل التوفير، كم نخفض عدد الرحلات، كم نخفض الانبعاث الهواء يعني، وهكذا. فهذا احد الاشياء اللي ايضا حاولنا نطبقها في باستخدام النموذج باذن الله. اذا موفقين ان شاء الله في هذا المشروع والمشاريع الاخرى ان شاء الله. وكل الشكر لكم على تواجدكم في هذا. بارك الله فيك. شكرا لك.